بالنسبه لشغب الملاعب اخويا، الظاهره هذه اللي ولات واحد الظاهره سلبيه، حنا كمشجعين ما كنبغيوش نشوفوا بحال هذا الشغب. واحد ديبلاسمون كيكون في واحد المدينه اللي كتشوف عاوتاني كتخلي واحد ليماج ديال المدينه ديالك اللي كتبقى خايبه تمايا. انا الرساله اللي غنوجهها هما لي زيلترا الخدمه ديالهم، انه قبل ما يكون واحد ديبلاسمون ولا مدخل واحد الماتش في المدينه ديالك، هو يكون عندك الجمهور نعطيه واحد التأطير اللي يكون بوزيتيف. شنو اللي ما خاصوش يكون، شنو اللي خاصو يكون، كيفاش خاص يكون داك الماتش، كيفاش خاصنا نجيريو، حيت الجمهور ولا كيعطي ليماج ديال المدينه ديالو. مثلا لاعب الوداد بحال شفنا واحد الظاهره في الماتش الاخر ديال الوداد مع تطوان، كان ديبلاسمون ديال الوداد، كان واحد ديبلاسمون اللي زوين، جمهور كثير غادي كيتفرج، كيعطي واحد ليماج زوينه على المدينه ديالو. ولكن في نفس الوقت كيكونوا واحد العناصر، ديك العناصر ما كتعرفش واش محسوبه على الفريق واش الجمهور ديال الوداد، ولا عناصر اللي كتكون خارجه على الجمهور هي اللي كتخسر ديك الصوره ديال ديك المقابله ولا داك اليوم اللي دوزوا الجمهور ديال الوداد في تطوان. خويا اش نقول لك، كيف ما لاحظنا الماتش الاخر ديال الفريق الوداد البيضاوي والمغرب التطواني، هو ما نقدروش نقول لك شنو طاري، حيت داكشي اللي شفناه هنا شفناه خارج الملعب. وكنصح الجماهير المغربيه عامه تكون واحد شويه ديال الحضاره داخل الملعب، كيف ما شفنا الجمهور المغربي في مونديال قطر عطاونا واحد الصوره جميله وخداو احسن جمهور في العالم. وكنتمنى يتانسبيرا، حيت كاينين بعض شنقول لك بعض المراهقين هما اللي تيكونوا داخل الملعب، كاين اللي داخل مثلا ماشي داخل باش يسيبورتي الفرقه ديالو، مثلا داخل فهمتي باغي يدير الشغب. واغلبيه ديال هاد الجماهير هادو اللي تيديروا الشغب تيكونوا فهمتي باقي مراهقين. وكنصح لزال طرق باش ينصحوا الجمهور ديالهم تكون طريقه تشجيع حضاريه، وتل الفريق المستضيف حتى هو يكون تنظيم جميع، ما يدير الشغب يفكر اصلا المتضرر الاول، بعد هما الوالدين هما اللي تيتبعوا المشاكل وتيتبعوا ولادهم في الحباسات ولا في السبيطارات. وتل الامن خصو حتى هو يدير الدور ديالو، اللي دار الشغب ديالو خصو يتعاقب. ولينا كنشوف واحد الصوره صراحه ديال الله، كنتاسفوا والله الا كنتاسفوا بالله، كتشوف الحوانت كيريبو، كتشوف شغب ضحايا ديال الدراري كيمشيو السجون فابور، وكاك كيمشي السجن فابور. خاصنا نبدلوا شويه العقليه، كتشجع واحد الفريق سيبورتي الفريق ديالك سوا خسران، حيت الكره في الاول وفي الاخير كتبقى منفوخه بالبرد، شجع الفرقه ديالك سوا كاين تعادل كاين ربح وكاين خسران، خاصك ضروري خسرات الفرقه ديالك كيف ربحات كيف خسرات غتسيبورتيها وغتجيب حالاتك بلا شغب الاول، حيت ولينا كنشوفوا الدائره ولات بزاف صراحه ديال الله. حنا مشينا عطينا واحد الصوره جميله في قطر في الملاعب القطريه، خصنا حتى الاوروبيين اللي جاو عندنا هنا يشوفوا واحد الصوره اخرى حضاريه، ماشي نعطيو الصوره لهنا ونجيو هنا يشوفوا الشغب، شوفوا الاحداث اللي وقعت في تطوان ما بين الوداد. احنا راه اخوه، راه كيجمعنا دين واسلام واحد، خص الانسان ما يبقاش يجي يتفكر في الافعال الاجراميه وندخلوا حنا في كوره ونديروا الاجرام مع الكوره، كورة كتبقى بوحدها، كورة راه مجرد هواء كيدور في التيران، خاص بنادم شوية يبدل العقلية ديالو باش حنا نزيدو لقدام بالكورة ديالنا ونعطيو صورة زوينة على البلاد ديالنا الأوروبيين. حيت دابا الناس حنا كيشوفونا في إفريقيا كيصحبونا باقيين قدام، ولكن راه حنا وصلنا لواحد القمة ديال الحضارة، المنتخب عطى درس للفرق كاملين الإفريقية، بغينا حنا نعطيو صورة زوينة للبلاد ديالنا ونمشي نشجع نسيبورتي الفرقة ديالي بحضارة وبأسلوب يكون زوين، واحد الرسالة للشباب أنه يوعى ما يبقاش مقابل هادشي ديال الشغب والكره، راه حيت الكره في الاول والاخير كتبقى منفوخه بالبرد، ومني كتمشي للحبس كتخلي والديك مسخسخين عليك مساكن وكيبقاو يتباكاو على والو. ولهذا خويا اي واحد بغى يشي يتفرج التيران سيبورتي الفرقه ديالو كما ينبغي، مشيتي ربحتي ولا خسرتي راه ما غاتستافد والو، لا هرستي الزجاج ولا درتي شي حاجه ما غاتستافدش حاجه.